إذن كل عام وجيشنا ووطننا بألف خير. وبالفعل يعني هاي المعركة رندا بتثبت أنه يعني هي نقطة وحد فاصل بالصراع العربي الإسرائيلي. زي ما حكيت يمكن هي من المعارك القليلة جدا أو المعركة الوحيدة اللي الجيش الإسرائيلي ترك فيه قتلى ومعدات بأرض المعركة. الله يحفظ هالبلد جيشه وقائده. وكل عام وأنتم بألف خير. طيب إذا قبل ما نروح لفاصل في هيك مفاجأة على الهواء حابين نكرم يا حبيبي أحلى أم. كل عام وأنتي بخير أم. قلبي يا روحي ما أسكت. حبيبي كيف حالك؟ كيف حالك دانا؟ يا فرحك زحمة همي يا أقرب مكان بعيدك ست الكل العالم كله بينحني يا عطر الفل يا أغلى من كل الدنيا. لا أنا بدي أنفرد بعمر. عمر طبعا من أصغر ولاد رندا. رندا احكي لي شو شعورك؟ ما توقعت كثير حلو. لا لا ابدا تشوفيه بالاستوديو خلص انا ما توقعت ابدا اشوفه بالاستوديو حبيبي. هلا هو عمر بعرفكم عليه عمر الصايغ عمر عدنان الصايغ. هو اصغر ابنائي. عمر عمره 17 سنه وتربايته عن 10 يعني بالضبط. عمر دائما بتيجي الصبح رندا بتشكي لنا عنك بتحكي لنا قد ايه انت مش مغلبها ابدا خصوصا بالدراسه. طيب عمر اعطينا هيك احكي لنا صفه عن رندا احنا ما بنعرفها ما بنشوفها على الشاشه هيك صفه سريه في البيت بصراحه ما في زيها. ليش يا قلبي ما في زيك؟ بتعصب عليك؟ هلا هي بتعصب بس يعني خلص ضل امي يعني كمان ما بقصر يعني بس عادي. بس شكله راكز ورايق مش شغل مقالب. بس في شغله هيك وحده لازم نضل وراه فيها اللي هي الدروس بس غير هيك لا حبيبي يعني محترم بجنن. الله يخلي لك اياها عمر وبدنا نعيد كمان على ركان وعلى فرح كان يعني بدنا يكونوا موجودين معنا ولكن لانهم مسافرين مش موجودين بعمان. هلا عمر زي ما قلت لكم هو ابني الصغير. عندي فرح عمر 25 متخرجة من الجامعة وبتشتغل وعندي ركان متخرج من الجامعة بس عايش بكندا. وعمر إن شاء الله السنة الجاية هيك بتتوفق أموره وكمان بيسافر يدرس بالجامعة. أنا بدي أقول مبارح عم بتوشوش هو وأبوه وأنا بتعرفي عندي حساسات ما شاء الله رادار. حسيت في إشي بنطبخ قلت الصبح أكيد بدهم يحضروا إشي بس ما تخيلت إنك تيجي عندي على الاستوديو حبيبي. تسلم يا أم. طب يلا هيك احكي لنا جملة هيك بتعبر عن محبتك إلها. شو احكي لكم هلا شو عارف شو احكي بس انه اكيد يعني غصبا عني بدي احبها عشان يعني ام رائعه صراحه. وزي ما حكيت لكم ما في زيها. هلا اذا في بدك شغله بتروح عند رندا ولا عند والدك عدنان نصبحه بالخير؟ صراحه يعني حسب انا مين بكون مزعل قبل. مزعل حدا يعني اذا مزعل ماما لا بروح عند ابوي اذا بالعكس بروح عنده بالاول. الاحسن بروح له. بعدين عمر عنده موهبه التقليد صح؟ يلا لا لا تصعب على الهواء. رندا بتتاخر دائما. شاطر كثير. وانا اكيد بهاي المناسبه بسلم على جوزي عدنان الصايغ وبقول له شكرا لدعمك لإلي وانك متحمل هالبيت وحامل هالمسؤوليه الكبيره ولولا دعمك لإلي ما كنت بقدر انا اوصل وابدع بشغلي. صح. شكرا عدنان. صحيح دائما بنسالك رندا شو سر هالتالق الدائم والشباب الدائم فبتحكي يكون جوزك مهنيكي فهي وصفه اللي بده مرته. بالضبط اللي بده مرته تضل محافظه على حالها وتكون سعيده وبيته سعيد لازم يدللها. الله يخلي لك عمر وركان وفرح. عمر شكرا انك اجيت. تسلمي ثانك يو حبيبي. اذا فاصل ومنكمل فقرات دنيا يا دنيا خليكم معنا.